السؤال انترستينج، عشان في فرق كثير بين الجمهور الاجنبي والجمهور العربي. نعم. صح. العربي من اول سكه ومعك الله وكيلك. يعني ناطرين السقه بس. هلا الجمهور الدنماركي مثلا، نعم، بأني مقيمه بالدنمارك، الجمهور الدنماركي جمهور سمع. اوكي. يعني اول كم سنه من شغل الموسيقى فكرت انه مش عاجبهم الشغل. عرفت كيف؟ عشان قاعدين هيك ساكتين. سنوب يعني كيف؟ حابين انه كل الديتيلز يكونوا يعني يسمعوها ويحسوها. اوكي. في منهم بتلاقيهن قاعدين ومسكرين عيونهم، في ناس بتلاقيهن نزلت دموعهن، وبدك تعزميهن ليزقفوا مثلا. اوكي. ايه اوكي. بينما اللي تغير المود، نعم، تروح على الشرق الاوسط يعني من اول ايقاع كراسي ايه ده وحفلات ومزقف وين، عرفت كيف؟ فروحنا بتختلف يعني. أكيد. كل كلتشر لها يعني يبقى جونا هذا لها جوها، عرفت كيف؟ فبس الحمد لله يعني كان كل حفله عملتها باخر 17 سنه كان الاستقبال ناجح الحمد لله.